أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم النشرة الزراعية من ولاد البلد. قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة المزارع المصرية في أفريقيا من 8 إلى 22 مزرعة، وذلك في نهاية 2020. قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه تم توريد 172 ألف طن قمح إلى الشوان بمختلف مراكز المحافظة. أضاف الهجان أن المستهدف استلام 190 ألف طن قمح في موسم التوريد الجاري والذي ينتهي 15 يوليو المقبل. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية الزراعية إلى أكثر من 3.5 مليون طن في الفترة من الأول من يناير 2019 حتى يونيو الحالي. عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المؤتمر الوطني الأول لدعم صغار المزارعين نحو تطوير السياسات والاقتصاديات الزراعية، وبحث المؤتمر خطة التحرك نحو إيجاد سياسات زراعية تدعم صغار المزارعين في الريف المصري. يبدأ مزارع الوقف في حصاد محصول العنب من خلال هذا التقرير الذي أعدته الزميلة نور مبارك. تعالوا بنا نتعرف على طرق حصاده. اطلع للشهرة. النوع العنب الفلين ده في الصعيد كان ما حدش يعرف. في الصعيد كان بيزرع عنب ابيض بلدي وعنب الاسود، ما فيش اي الصعيد ما عرفش حاجه تانية عن العنب. بنطلع العنب بالمقص، المقص ده بيجينا طبعا بيجيبهولنا العمده من مصر لانه مش موجود هنا، مقصات غاليه يعني، بيجيب لنا العماله. بعد كده بنجمع العنب في برانيك، حاجه اسمها برانيك، بتطلع على طرفزات بره، وفي ناس بترص العنب في كراتين بتتقفل، وبعدين بتطلع على سوق بابور. بس ده كذا نوع عنب، بس فيهم اربعه بس مشهورين، العنب الفنادق، العنب السكري، والعنب البلدي اللي هو الاحمر والاصفر، والعنب الفلين. الفلين ده نوع كويس ينفع تصدير وينفع محل. احنا لينا ميزه في الصعيد هنا ان احنا بننزل قبل عنب بحري الصحراوي بشهر، عشان كده بتبقى لنا ميزه في التسويق. كانت هذه ابرز الاخبار الزراعيه من ولاد البلد. دمتم بخير.